سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ولقاكم الطويجين ديالي في احسن الاحوال. رجعت معكم البنات اليوم بواحد الطويجين اللي معتمد ديالنا حنايا، طويجين بالخضره والدجاج. تنقول ليها انا الطويجين ديال حديدان اللي بغيت نديروا العشاء واحد النهار، وانا نقول اجي نصوروا ونشاركوا مع البنات ديالي اللي كيتابعوني، بحالك المبتدئات اللي بغى يستافد منه. طويجين متكامل يعني بكل الخضر والدجاج، يعني صحي ومفيد للجسم، وبحال هكا اللي بغى يستافد من الطريقه باش كنوجدو انا. مرحبا بكم البنات عندي في الفيديو، ونخليكم مباشره مع الطريقه ديال التحضير والمقادير. طبعا البنات غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف اللي بغاو يشوفوا المقادير، اما المقادير كتبقى اختياريه. المهم البنات، انا هنايا خديت غير واحد الفخيه تاع الدجاج، يعني على حساب غير انا الزوج ديالي، لان الوليدات ما كيبغوش ياكلوا ليا داكشي، كنبقى نكثر فيه كيبقى لي غير خاسر، كندير القياس اللي كيتكال. المهم هنايا عندي واحد الفخيه تاع الدجاج، زدت عليه هنايا الزيت، زيت زيتون، مهم اختياري، واحد الجهد ديال نص كاس صغير ولا اكثر ولا اقل على حساب. مهم ما يفوتش نص كاس ثاني، ما يكونش قل بزاف. مهم درت هنايا الملحه، حتى هي حسب الذوق. عندنا هنايا واحد ثلاثه الفريعات تاع الثومه حكيتهم، المهم الثومه قد ما كانت الثومه في الدجاج قد ما كتكون احسن، ثلاثه اربعه الرؤوس هكا كيجيو احسن. وزدت هنايا واحد المعلقه ديال القزبر، وواحد نص ربع حامضه مرقد قطعته طريفات، واحد نص بصله هنايا شلطته ودرته مع الاول. هادو المقادير غير نشحر بهم الدجاج في الاول، وعاد غادي نضيف منهم عاوتاني كميه اخرى. بالنسبه للقزبر والبصل غادي نزيد منهم، وصافي كنخليوه بحال هكا البنات، كيبقى يتشحر هذاك الدجاج على خاطرو على نار مهيبه باش ما يتحرقش لينا. ما كنزيدوش المقادير داك التوابل في الاول، عفوا ما كنزيدوهمش في الاول باش ما يتحرقوش لينا في الطاجين. المهم هادي البنات راه الطريقه ديالي انا البنات، الطاجين المغربي راه كل وحده وكيفاش كتحضر، المهم النتيجه راه كتكون واحده، غير هي الطريقه ديال كل بنت تختلف على الاخرى. المهم البنات كنبقاو نقلبوا في اللحم ولا الدجاج، يعني انا راه خديت من الدجاج، كاين اللي كيدير الطاجين ديال الخضره باللحم، يعني كيبقى اختياري، اللي بغى يدير اللحم اللي بغى يدير الدجاج. مهم هذا الطاجين بالخضره، يعني اللي كان حنايا معروف عندنا كتكون فيه الخضره، كيكون اللحم ولا الدجاج لداخل. الا كان اللحم راه كنخليوه حتى كيطيب مزيان عاد كنضيفوا الخضره، الا كان الدجاج كنديروه غير شويه يتشحر وكنسدو عليه وكنضيفوا عليه الخضر تقريبا مباشره، لان الدجاج هنايا عندنا حنا بالنسبه لينا هنا في اوروبا دغيا كيطيب، الدجاج تاع المغرب حتى هو شويه كيتعطل في الطياب، ضروري تخليه واحد 10 دقائق ولا هكا عاد كتبداو تحطوا الخضره. صافي البنات كنبقاو نثقبوا فيه بحال هكا بواحد الموس ولا بواحد المشوات باش كيدخل ليه الطياب، باش كيدخلوا ليه التوابل وشويه الثوم، وهذا كتدخل ليه العطريه لداخل. كنبقى نثقب فيه بحال هكا باش يجي زوين وبنين ملي يبدا يتكل. وصافي هنايا كنبدا ندير التوابل، عندي هنايا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الكركم، ديال الكركم، وعندي هنايا واحد نصف ملعقه ديال الزنجبيل، عندي هنايا ربع ملعقه ديال الابزار، انا ما كنبغيش نكثر الابزار بزاف، وعندنا هنايا واحد الضامه ديال الزعفران غير باش تعطي اللون للدجاج، انا كيعجبني يكون فيه اللون الاصفر. اللي ما بغاش الضامه ديال الزعفران ما يديرهاش. صافي كنضيف واحد شويه ديال الماء هكا باش ما تحرقش ليا التوابل اللي درت، كما تقدروا تستغناو عليه الا كنتو دايرين النار مهيله بزاف، تقدروا ما تضيفوش الماء، غير البصل كيبدا يطلق الماء الراس اللي عنده الوقت، اللي كان مزروب راه كيضيف شويه ديال الماء. هو الطاجين يعني باش يجي طاجين نيت من داكشي ما خصكش تضيفي ليه الماء نهائيا، كيطلق الماء غير البصله والخضر وهذا كيطلقوا الماء ديالهم، وكيجي الطاجين تبارك الله ما شاء الله من داكشي. ها انا مزروبه تبارك الله راه كنضيف الماء.
واش غادي ندير. المهم كنبقاو بحال هكا، كنخليوه بحال هكا حتى كيتشحر مزيان. كما كتشوفوا البنات هنايا راه حتى داك الماء كيتبخر. دابا غادي نحاول نحيد هذاك البصل من تحت الدجاج باش ما يتحرقش، لان البصل اللي بقى ليا تحت الدجاج كيتحرق. كاين اللي كيدير البصل كيفرشو تحت من الدجاج باش يتحرق ما يتحرقش اللحم، ولكن الا رديتو البال الطريقه باش طيبوا الطاجين على المهل ديالو راه ما غيتحرق حتى شي حاجه. صافي كنقلبوا هنايا، ما تديوش عليا البنات لانني كنصور شادة التليفون بايدي وكنتصور، داكشي علاش هاد صعوبة باش نقلب هاد الفخية تاع الدجاج. وصافي مباشرة انا غادي ندوز، غادي نبدا نستف في البصلة. خديت هنايا واحد جوج بصلات قطعتهم دويورات لانهم كانوا عندي غير صغيورات ماشي كبارين بزاف، تقريبا البصل والخضار اللي كيديروا في الطاجين تيبقاو على حسب عدد الاشخاص اللي غياكلوا الطاجين، يعني كانوا غير قلال راه كديروا كميه قليله، كانوا كثار راه كديروا كميه كثيره. طبعا الطاجين هذا راه غير صغير تقريبا ديال 4 الاشخاص هكاك، يعني راه ماشي كبير بزاف. كندير المقادير يعني مضبوطين، داكشي اللي غادي يتكال عاوتاني ماشي نديروه ونخليه خاسر. كنضيفوا هنايا الطماطم حتى هي درتها دوائر، اللي ما بغاش الطماطم البنات مع الدجاج راه ما كيديرهمش، تقدروا تستغناو عليهم. انا عجبوني، تيعجبني الطاجين انه يكون فيه سبع خضاري. تسمعوا بالطعام ديال سبع خضاري، انا كيعجبني الطاجين ديال سبعة الخضاري. صافي لو بغيت ندير خضره خاصني نديرو فيه كلشي. هذا درت معكم الصواب، راه ما درت فيه بزاف ديال الحوايج، راه كندير فيه كاع الخضر اللي كيكونوا في الثلاجه، كيجي ما نعاودش ليكم حديدان حديدان. وصافي كنرش هنايا القزبر اللي مقطعاه مع المعدنوس، تنعقب نبقى نضيف شويه بشويه. وهنايا غادي نضيف الخيزو اللي قطعته هكايا على شكل طولي، حتى هو هنايا عندي واحد ثلاثه الحبات تاع خيزو، الا كانوا طوالات راه كتقسموهم على جوج وكتعقبوا عاوتاني تحيدوا ليهم داك الراس الدخلاني القلب ديالهم وكتبقاو تقطعوهم بحال هذاك الشكل. المهم راه ما وريش المبتدئات الطريقه ديال تقطع خيزو، تقريبا راه كلكم غادي تعرفوها. صافي كنستمروا بحال هكايا كنستفوا كلشي في الطاجين. بالنسبه للبنات اللي هنايا في اوروبا راه بالزربه كيوجد الخضر دغيا كطيب، اللحم دغيا كيطيب، الدجاج دغيا كيطيب. بالنسبه للبنات اللي في المغرب راه الا درتوا الدجاج غادي تسدوا عليه واحد 10 دقائق تردوا معاه البال، وعاده من بعد تضيفوا خيزو كتسدوا الطاجين ثاني واحد 10 دقائق هكاك، وعاده كتضيفوا البطاطس. بالنسبه هنا انا تندير تقريبا كلشي دقه واحده كيطيب كلشي مع بعض، ما كياخذش لينا الوقت هنايا كاع ساعه كيكون الطاجين موجود. او صافي غادي نسد عليه بحال هكا باش نوريكم الطريقه. كما كتشوفوا هنايا سديت عليه تقريبا غير شي 5 دقائق بحال هكا، ودابا غادي نبدا نضيف في البطاطس، في البطاطا البنات بلا ما نقولوا البطاطس. مباشرة هنايا بديت كنضيف البطاطا كما كتشوفوا، حتى هي كنقشروها وكنقطعوها على 4، اللي بغى يقطعها دوائر كيقطعها، يقطعها على الطول ديالها على شكل 3 دوائر ويحطهم حتى هي كتجي زوينه. المهم البنات في الفيديوهات الجايه ان شاء الله راه غادي نشارك معكم الطرق الاخرين ديال الطويجنات، هذا راه غير الطويجين ديال الدجاج بالخضر. نشارك معكم الطويجنات الاخرين ديال البطاطا مقليه، ديال البصله والزبيب ان شاء الله. تقدروا تبدعوا يعني تقدروا ديروا اي حاجه، بالنسبه اللي ما بغاش الخضره بحال هكا يدير نفس التوابل، يدير عليها البصله ويخليه يطيب، وفي الاخر تقليو شويه ديال البطاطا ولا ديروا البصله والزبيب، يعني كتبقى اختياريه سميتو. بالنسبه لهنا الخضر تقدروا ديروا بطاطا وخيزو بركه، تقدروا تزيدوا شي حاجه اخرى. هنا كما كتشوفوا انا زدت القرعه الحمراء، كتعجبني اللي كنديروا في الطعام، راه كتعجبني في الطاجين، ما نعرفش لكم البنات راه كتجي رائعه،
كتعطي كتزيد الطاجين واحد اللذه من داك الشرفه كيجي مخيا. راه قلت لكم طاجين حديدان ديال سبع خضار يعني، وعقلوا عليه. وهاد الطاجين ديال التراب كيعجبني انا، ما كيعجبنيش هذاك اللي تيكون مجلج، هذا راه كيجيب المذاق، كتشمي فيه ريحه البلاد، كتشمي فيه ريحه الطاجين المغربي نيت 100%. وكنضيف هنايا الجلبانه، غير ما كانش عندي الفول تاهو باش نضيفه. المهم كون كان الفول راه كنضيفه، ماشي كنضحك معاكم، كنضيف الفول، كنضيف الجلبانه، بزاف ديال الحوايج كنضيفهم، كيجي الطاجين يعني سبع خضاري متنوع وصحي ومتكامل صراحه. يعني ما تقنعوش منه، اللي ذاقو ما يقنعش منه، غير تردوا البال غير في الطياب باش ما يتحرقش لكم الطاجين من التحت. الطاجين طبعا راه كنديرو فوق البوطو، كندير عليه واحد الحديده وصافي. كنضيف هذاك الشيء ديال القزبر اللي كانت اللي بقى ليا، وكنزيد واحد شويه ديال الحامض هنايا، والفلفله تبارك الله راه نايضه عندي في البحيره. ماشي البحيره البنات، راه غير واحد الفاز شريته فيه الفلفله. المهم راه باقه زوينه تبارك الله، فين ما بغيت كتحار كنقلع شويه منه. وكنضيف في الاخير الملح باش يصحح ليا الذوق ديال الخضار، وصافي. هذا هو الطويجين ديالنا كما كتشوفوا البنات، كنخليوه يطيب على خاطرو مره مره كنطلع عليه. البنات بالنسبه لصبتو الماء بدا كيقل، بقاو تزيدوا شويه تاع الماء، وحاولوا دير واحد المشوات مره مره مشوه، وتخشيوها من تحت الدجاج بحال هكا ولا اللحم باش ما يلصقش، باش يدخل عاوتاني المرق لتحت منه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا. نتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو ما ينساش يدير ليا لايك وواحد الاشتراك، وديروا لي واحد التعليق محفز. حاولوا تشجعوني البنات باش نشجع لكم هكا فيديوهات ديال الروتينات اليوميه بحال هكا ان شاء الله. والسلام عليكم البنات.